عدنا إليكم مجددا ومع ضيف حلقتنا لليوم دكتور حمزة أحمداي، نرحب بك مجددا. وموضوعنا لليوم هو الأدب التشادي. دكتور حمزة أحمداي، إلى أي مدى الأدب التشادي وضع بصمة في المجتمع التشادي؟ شكرا على الاستضافة، ونقول صباحكم عبق شعري ممتد من الشمال إلى الجنوب ومستمر من الصباح حتى الغروب. السلام. يحمل معه الخير والجمال لهذا الوطن العزيز ولأبنائه الأعزاء. تسلم. شكرا للاستضافة وشكرا على هذا السؤال. وطبعا هو معروف بأن إذا أردنا أن نعرف أي أمة من الأمم أو أي شعب من الشعوب، يجب علينا أن نتعرف على أدبه وأن نتعرف على إبداعه، لأن الأدب هو وليد البيئة، هو ابن البيئة، ينشأ من هذه البيئة. والأديب أيضا هو، لا يمكن هذا الأديب مثلا أن يسكن كما يقال في قصر كده عاجي عالي ولا يتناول قضايا المجتمع وقضايا الشعب وقضايا الوطن. لذلك الأدب التشادي هذا يعني منذ نشأته الأولى، الأدب التشادي هذا هو قديم بقدم الإنسان التشادي. يعني إذا نظرنا إلى تاريخ هذا الأدب، فإن أقدم نص أدبي تشادي يعني عمره أكثر من 660 سنة. 660 سنة. فهذا النص الأدبي الأول الذي سجل في كتب التاريخ هو هذا النص، يعني ينبع من هذا المجتمع، من قيم هذا المجتمع، من عادات هذا المجتمع، من تقاليد هذا المجتمع. فلذلك الأدب هذا منذ نشأته الأولى وحتى اللحظة التي نحن نتحدث فيها الآن، هذا الأدب له أثر كبير جدا جدا في حياة المجتمع التشادي. كيف هذا الكلام؟ لأن الأدب منذ مسيرته في جميع مراحله بأنه يعني ما عاش بعيدا عن هذا المجتمع. يعني تناول القضية الوطنية، قد تناول تشاد، تناول وحدة تشاد، تناول الأحداث التي مرت بها تشاد. الأدب التشادي تحدث عن المرأة التشادية وعن العادات التشادية، وتحدث عن الشباب التشادي. وهذا الأدب أيضا يعني استشرف المستقبل، مستقبل تشاد المستقبل التي نحن ننشدها جميعا. أيضا هذا الشاعر من خلال إبداعه يعني استشرف لنا هذا المستقبل، وإن شاء الله إذا وجدنا فرصة ممكن نضرب لذلك بعض الأمثلة وكذا حتى ندلل بأن هذا الأدب له أثر، وأثر كبير وواضح جدا جدا في هذا المجتمع الذي نعيش. هناك أمثلة فضلا. صح. يعني مثلا نقول مثلا الآن عندما نتحدث عن تشاد، تشاد هذه بلدنا الجميلة طبعا. جميلة جدا هذه البلاد، وهذه البلاد تشاد هذه طبعا زي ما قلنا ودنا لها واعتزازنا بها وامتدادنا أيضا منها. فلذلك يعني تشاد هذه تجدها في لسان أي إنسان مبدع، تجدها في أي إنسان شاعر. يعني مثلا حسب الله ما هذه فضلنا تحدث عن تشاد، عبد الواحد حسن السنوسي تحدث عن تشاد، عيسى عبد الله تحدث عن تشاد، محمد عمر الفال تحدث عن تشاد، حتى الشعراء الآن الشعراء الذين يقال لهم شعراء الجيل الجديد. بس أنت تجد مثلا ساكنة أحمد زايد تحدثت عن تشاد، علي تحدث عن تشاد، محمود شريف، كل هؤلاء شعراء. يعني أي إنسان تحدث عن هذه البلاد ووصفها. يعني مثلا عيسى عبد الله يقول بلادي جلال وسحر حلال وماء زلال وطرف كحيل وفيها نعيم ولي منه ريم وشعب كريم وخصو بخيل إلى غير ذلك. فذلك وصفوا هذه البلاد وتمنوا له الخير، أيضا تمنوا لها الخير وتمنوا لها المستقبل الزاهي والمشرق. وأيضا الأدب التشادي يعني ما غفل الحديث عن المرأة، ولكن عندما يتحدث الأديب التشادي عن المرأة التشادية، إذا تغزل بالمرأة التشادية مثلا، هذا الغزل ينم عن قيم هذا المجتمع. يعني مثلا ما يتحدث بألفاظ كده مثلا ألفاظ كده نابية وألفاظ كده مثلا غريب عن هذا المجتمع، وإنما يتحدث بألفاظ فيها نوع من الاحتشام. نعم. لماذا؟ لأن المرأة هذه في جد معروف لها مكانة ولا هكذا. فلذلك لماذا مثلا لا يتحدث الأديب التشادي مثلا عن مفاتن المرأة وكذا؟ لماذا؟ لأن الأدب كما قلنا هو ابن البيئة. أدبنا مولود من هذه البيئة، وهذه البيئة بيئة محافظة
بيئة محافظة. أكيد. لذلك يعني انظروا إلى 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 البروفيسور محمد عمر الفال عندما تغزل بإمرة يعني ألفاظه ألفاظ جميلة جدا جدا، فلذلك قال إني ذكرتك يا نعماء مشتاقة والقلب يخفق إجلالا وإشفاقا والنفس من حبكم تصفو ويسقلها حب يحن إلى الأحباب تواغ. قال لو أمسكوا طرف المنديل في أثري ولوحوا لكفاني ذاك إشفاق. فلذلك يعني كلمات كده، كلمات فيها احترام لهذه المرأة، فيها وهذه كلها نابية من ناتجة من هذا المجتمع، من قيمه، من مبادئه، من أخلاقه. فلذلك يعني هذا عندما نتحدث عن المرأة. الشباب أيضا شوف هؤلاء لأنهم هم بنات المستقبل. الآن هنا الآن الشباب الآن هم موجودون الآن مثلا بعد 20 سنة أو 30 سنة هم الذين يأتون ويستلمون زمام الأمور في كل شيء. لذلك الأديب الجادي يعني ما غفل هؤلاء الناس بل حفزهم ودلهم على الخير. يعني ماذا يفعلونه حتى في يوم من الأيام هنا نستطيع أن نطمئن أن بلادنا هذه يعني تكون في أمان وتكون في استقرار وتكون كذا. فلذلك يعني عيسى عبد الله يعني عندما تحدث عن الشباب قال زين الشباب نجابة وتفوقا يا من قلوا عبسا أعاق وعوقا جيدوا النجاح ذهبكم وتفوقا. سلام. ثم قال بشبيبة وهم النجوم تألقوا بدأوا الصعود من السحاب وحلقوا والقلب صمت بالعطاء معلق لا خامل معهم ولا متسلق ولذلك اجتنبوا الكسور وطلقوا إن التفوق لا ينال تسوق. حسب الله ما هذه فالله يقول شباب تشاد هيا للمعالي وجدوا مخلصين بلا كلالي وغوصوا البحر في طلب الليالي فمن طلب العلا سهر الليالي سهر الليالي. نعم. يعني يوجهون هؤلاء الأدب هذا يوجه هؤلاء الشباب. فلذلك هناك في قصيدة جميلة ورائعة جدا جدا لعيسى عبد الله. عيسى عبد الله جاء وعقد مقارنة طبعا المجتمع هذا طبعا فيه الإنسان الصالح وفي الانسان الطالب. أكيد. الناس ما ممكن كلهم مثلا كلهم يكونوا صالحين، في الانسان الصالح. فلذلك عيسى عبد الله عندما تحدث عن الشاب يعني قال من هو ذاك الشاب من بين هؤلاء الناس الذي نحن نطمئن عليه على مستقبل بلادنا من خلال هذا الشاب. عقد مقارنه بين الشباب الملتزمين وكذا وبين اولئك الشباب المتسكئين كمان. نعم. فقال شباب عناهم بعد خلق تخصص دول الناس الكويسين وغير الناس الاخرين الطرف الاخر قال وغير قضاياهم خمور ومرخص. نعم. قال شباب على دين ودرس ودعوه وللاخر الادمان ثم التلصص. قال هنا الالتزام الحق حبا ورغبه وتهوى هناك القهقره والتملص. قال فاي الفريقين المرجى لنهضه اذا البوق نادى والقدامى تقلص. يا سلام. السلام. يعني عيسى عبد الله يقول بان الشباب الذين نحن ننشدهم والذين نحن نريدهم والذين نحن نتمنى انه في يوم من الايام يكونوا في مراكز اداريه مراكز سياسيه قال هم اولئك الشباب الدارسين المتعلمين المثقفين الملتزمين بالقيم. طبعا القيم هذه قيم مشتركه قيم انسانيه موجوده قيم مستمده من البيئه من عاداتنا وتقاليدنا موجوده يعني قيم مستمده من الاديان ايضا كل هذه القيم يعني اذا اتصف الشعر يقول اذا اتصف هؤلاء الشباب بهذه القيم الانسانيه باننا نطمئن على ان بلادنا هذه ستكون من الايام في مصاف الدول الاخرى. اما اذا هذا الشباب يعني شباب غير دارس شباب غير واعي شباب غير مثقف شباب غير ملتزم سواء كان هذا الالتزام بالقيم الموروثه من الدين او الموروثه من المجتمع او الموروثه من الانسانيه قال باننا نفقد هذه البلاد. فلذلك يعني هذا سؤالكم في البدايه يقول هل له اثر؟ له اثر. فذلك هنا اذا نقرا يجب علينا اننا نقرا هذا الادب. نقرا هذا الادب، نتصفح هذا الادب ونعرف هذا الاديب الجاري يعني ماذا قال. اي انسان فينا مثلا الزول الكبير هذا يجد نفسه في الابداع الجاري. المراه هذه تجد نفسها في الابداع الجاري. الشاب يجد نفسه في الابداع. شاد بنفسها هذه البلاد الجميلة أيضا موجودة في الإبداع الجاري. ليس ذلك فحسب بل إن الإبداع الجاري هذا تجاوز الحدود. وربطنا هو جسر عبارة الأدب الجاري هذا عبارة عن جسر ربط جاد هذه بغيرها من البلدان. يا سلام. هنا جزء من إفريقيا. نقع في قلب إفريقيا هنا جزء من منطقة معينة ولنا علاقات تربطنا مثلا مع الدول المجاورة الدول التي تربطنا معها مثلا
الإقليم إفريقيا إفريقيا المركزية، تربطنا مع القارة، تربطنا مع اللغة، تربطنا مع الثقافة، تربطنا مع الإنسانية. فلذلك هذا الأدب، هذا الأديب هو الشخص الوحيد، هو الشخص الوحيد الذي عمل لنا الجسر ورابط ربطنا بالعالم الآخر. دكتور أحمد حمزة أحمدي، صراحة أنت بين لنا حجم الأدب الكادي ومفاتنا ومحاسنا وصورة الجميلة اللي بتنطي انطباع كويس للشعب الكادي. مصطفى. نعم فتحية، حمزة أحمدي معروف لدى جميع الشباب، حتى يلقب بالفراحيدي. فممكن دكتور حمزة أحمدي، هل لديك أنت بنفسك لديك قصائد قلتها؟ طبعا باعتباري يعني في مجال اللغة ومجال الأدب والنقد، طبعا لدي قصائد. وقصائد يعني تجارب، زي ما أقول الشعر ما هو عبارة عن تجربة، في تجارب كده خاصة وفي تجارب عامة. التجربة العامة، التجربة الخاصة هي تخص الأديب والشاعر بنفسه، والتجربة العامة إنه الأديب يتناول فيها قضية من المعين، قضية معينة من القضايا التي تهم الأمة، تهم الوطن، تهم الشعب، تهم الإنسانية. هي موجودة. وأتمنى، أنا من الناس الذين لا يحفظون أشعارهم، لكن مع ذلك يعني في تجربة كده خاصة. الإنسان دائما عندما يبتعد عن وطنه، يبتعد عن داره وكده، طبعا يشتاق ويحن. ودي ده إحساس كده يحس به أي إنسان. لذلك في الشعر وفي مجال الأدب عندنا غرض يقال له غرض الشوق والحنين. الشوق والحين هذا لا يعرفه الإنسان الموجود مثلا داخل الوطن إلا الإنسان الغربة. عندما الغربة. فأنا كنت في السودان في يوم من الأيام، وأيام التحضير وكذا، في يوم من الأيام لقيت نفسي يعني ما مرتاح. مع الناس بلد السودان بلد جميل، لكن مع ذلك الإنسان يعني بقول بلد حتى لو عش أنت تشوفها هي أجمل البلد. فكتبت أبيات كده، مجموعة أبيات أتذكر بعضها. فقلت خليلي عوجة واقصد أطيب الناس، فلست لذكرى أطيب الناس بالناس. وزفة من الخرطوم ألف تحية، فأهلي وأصحابي كروحي وأنفاسي، إلى غير ذلك. هي قصيدة طويلة لكن إلى دكتور، الشعراء القدامى هل لديهم تواصل فيما بينهم حسب التواريخ؟ مع الناشئين. صح. هو طبعا دائما الأدب يعني لا يمكن أن ينهض، ولا يمكن أن يتطور، ولا يمكن أن يزدهر إلا إذا كان هناك كيان معين. كيان هذا هو يضم هؤلاء الأدباء، مثلا عبارة عن مثلا ملتقى معين أو نادي معين أو الجلسات أدبية وكذا كذا. فطبعا الآن الشعراء الآن الموجودين الآن ما زالوا على قيد الحياة. طبعا في شعراء زي ما بقولوا دول ممكن ينسبوا إلى الشعر، ما نقول الشعر القديم، لكن بس يعني ناس كبار يعني الشعر. وعندنا شعراء آخرين اللي هم شعراء الشباب. شعراء الشباب دول سموا بشعراء الجيل الجديد. فلذلك العلاقة بين الجيل القديم وبين الجيل الجديد هي ما علاقة وثيقة، لكن بالشعراء الجيل الجديد ما بينهم العلاقة التي تربطهم علاقة وثيقة جدا جدا. وهؤلاء الشباب استطاعوا أن يؤسسوا لهم أندية معينة وجلسات أدبية معينة. وشيء آخر بأن الأدب الكادي في بعض السنوات كان حكرا على العاصمة، الآن تعدى العاصمة هذه إلى محافظات وإلى ولايات أخرى. أيضا الأدب الكادي يعني ما يقل قيمة، مثلا إذا ذهبنا إلى الشرق الأدب الموجود الآن في مدينة أبشة لا يقل الأدب الموجود الآن في العاصمة الجميلة. وذلك بسبب الحركة العلمية، يعني وجود الجامعات وجود المؤسسات دائما بيكون حافز على هذا. لذلك شعراء الجيل القديم والجيل الجديد يعني ليس لا يوجد هناك رابط يربطهم. لا يوجد هناك نادي ولا رابطة للأدباء الكادي ولا كذا. ولكن الشعراء الجيل الجديد اللي هم شعراء الشباب الآن المستقبل لهم كبير جدا. دكتور، هل للأدب العربي هناك عوامل تطور؟ أكيد. نعم أكيد. الأدب هو مثل الإنسان. نعم. وهو يولد صغيرا. نعم. يولد صغيرا. نعم. ثم ينشأ، ثم يتطور حتى يصل إلى. فلذلك العوامل كثيرة جدا جدا. منها أهم عامل لتطور أدب هو الحركة العلمية في أي بلد من البلدان. وأيضا اهتمام الأدباء أنفسهم بنتاجهم الأدبي.
انه من لازم هؤلاء الادباء لا يمكن ان يتطور ادبهم الا اذا كان يضمهم شيء معين. نعم. يعني رابطه، جلسه علميه، جمعيه او كذا وكذا. لماذا؟ لان الادب الانسان لوحده، الانسان الواحد ما يستطيع ان يطور ادب. اكيد. الا الجهود هذه لازم تكون جهود جماعيه، والجهود الجماعيه هذه لا يمكن ان تاتي الا بوجود رابط معين، جمعيه. نعم. وكذا. لماذا؟ لان هذه الجلسات من خلالها الناس يجلسون ويتدارسون الادب. نعم. وهذا هو الذي ادى الى تطور الادب في جميع الدول، نعم. لذلك الان مع وجود الجامعات، مع وجود المسابقات والمنابر الشعريه ايضا ضروريه جدا جدا، مثل شاعر الجامعه مثل قاصه الجامعه. انا اتذكر كنا في لجنه التحكيم، ففي واحد من الشعراء الان هو موجود اسمه محمد عبد الرحيم. محمد عبد الرحيم يعني شارك في المسابقه وجاء ترتيبه الثالث. نعم. ترتيبه الثالث. طبعا الانسان عندما ياتي في الترتيب الثالث طبعا لجنه التحكيم لا تمنعه من المشاركه في العمل الذي يلي. فخلاص هذا الانسان راى بان هذا الترتيب ترتيب بسيط، فذلك يعني العام الجاي ايضا جاء وشارك. نعم. فجاء وشارك بقصيده يعني اجمل من القصيده التي شارك فيها في العام الماضي. نعم. فذلك جاء ترتيبه الثاني. ما شاء الله. هناك في شاعر اخر افضل منه وهذا هو الترتيب الثاني. ايضا يعني هذا الشاعر يعني ما كسب. نعم. ايضا شارك في الموسم الثالث. نعم. في الموسم الثالث وجاء بقصيده اروع من الاولى من الثاني، فذلك اخذ الترتيب الاول. نعم. دلاله ان المنابر الادبيه والمنابر الثقافيه والمسابقات هذه لها دور كبير جدا جدا في نهضه وتطور ادب اي دوله من الدول، ليس على مستوى جهه فقط انما على مستوى العالم كله. فتحتاج اكيد الى متابره وصبر وباستمراريه حتى يصل الشاعر الى ما يحتاج اليه. أكيد. ونتمنى ان يكون لنا لقاءات اخرى. الحديث عن الادب يعني موضوع شيق جدا ويحتاج الى كثير من الوقت حتى نستطيع ان نوفيه حقه، فلذلك نتمنى ان يكون لنا لقاءات اخرى ان شاء الله دكتور حمزه. وشكرا جزيلا لك. شكرا لكم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير ان شاء الله. خليك معنا ننتقل للفقره، فقره التربيه، وتكون معنا في ان شاء الله.